أنها غارة من طائرة استطلاع أو استهداف لأحد الأماكن نشاهد الآن في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة. غالبا استهدفت قبل قليل منطقة حي الزيتون، لا أدري إن كانت أصابت إحدى البنايات، لا يوجد دخان كبير، يبدو أنه استهداف لإحدى المباني أو شقة في أحد المباني في تلك المنطقة. وهذه المنطقة أيضا حي سكني مكتظ بالسكان، معروف حي الزيتون بوجود عدد كبير منازل متلاصقة، ربما حتى من أقدم المنازل الواقعة في ذلك المكان من أقدم المباني الموجودة في قطاع غزة ومدينة غزة تحديدا. وبالتالي الأضرار التي يمكن أن تقع في مثل هذه المناطق على صعيد البنية التحتية والضحايا البشرية تكون عالية دائما. وحدث أن كان هناك غارات نفذتها طائرات الاحتلال ارتكبت فيها مجازر في الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014. إذن هذه غارة في المنطقة حي الزيتون، لا ندري طبيعتها. هناك أيضا ألسنة لهب في المناطق الشرقية لمدينة غزة، و يعني لم تهدأ سماء غزة خلال الساعة الماضية ما بين الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وبين الغارات التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. ساعات ساخنة سبقت مراسم تشييع الشهيد إياد الحسني القائد البارز في سرايا القدس، مسؤول عملياتها ومسؤول التنسيق مع كتائب القسام، وما بين وأثناء التشييع أيضا رشقات صاروخية، ثم بلغت أوجها هذه ذروة التصعيد قبل دقائق بإطلاق العشرات من الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية. لم يتضح حتى اللحظة هذا الهدف الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلية. بالمناسبة القصف الإسرائيلي لا يتم فقط بالطيران، هناك بالطيران الحربي تدخل الطائرات الاستطلاع أو المسيرات لتستهدف أفراد كما حدث في مناطق جنوب قطاع غزة، وأيضا هناك المسيرات الانتحارية التي تدخل حتى إلى داخل البيوت، وهو ما حدث في استهداف الشهيد أبو دقة قيادي البارز والمسؤول أيضا عن الوحدة الصاروخية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أول من أمس، حينما تم استهداف منزله بمثل هذه المسيرات الانتحارية التي تكون بها كمية تفجيرية ومادة تفجيرية كبيرة تدخل إلى هذه المنازل.